أهلا بكم في نشرة تعليمية جديدة على قناة مدرستنا 3. والبداية دائما بأهم وأبرز العناوين. إقبال كبير من المشاركين في قمة المناخ على جناح وزارة التربية والتعليم. وحجازي يبحث مع عمدة طوكيو تعزيز التعاون المشترك. حملة توعية لنشر ثقافة التحول إلى الاقتصاد الأخضر بين طلاب المدارس. انطلاق فعاليات بطولة العالم للجامعات في الاسكواش بمشاركة 12 دولة. طلاب مصر ينافسون على لقب البطل في تحدي القراءة العربي للموسم السادس بدبي. إقبال كبير من المشاركين في قمة المناخ على جناح وزارة التربية والتعليم بالمنطقة الخضراء. شهد جناح وزارة التربية والتعليم بالمنطقة الخضراء إقبالاً كبيراً من قبل المشاركين في فعاليات قمة المناخ والتي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري. وحرص عدد كبير من المشاركين في القمة على التعرف على جهود الوزارة في رفع وعي الطلاب والمعلمين بأهمية قضايا التغيرات المناخية ودمج عامل التغير المناخي والبعد البيئي في جميع مشروعاتها ومناهجها. وينظم جناح وزارة التربية والتعليم معرضاً للأعمال الفنية الفائزة بالمسابقة الفنية للطلاب من مختلف محافظات مصر، وذلك للتعبير عن القضايا المناخية عن طريق الأعمال الفنية تحت شعار رسالة من أطفال مصر إلى العالم، والتي نظمتها الوزارة خلال الفترة الماضية. ويضم الجناح مشروعات طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الفائزين في إعداد مشروعات التغير المناخي، كما يضم نموذج ماكت للمدارس النظيفة والصديقة للبيئة والتي تعمل بالطاقة الشمسية بصورة كاملة، وهو المشروع الذي تعمل الوزارة على تنفيذه في 250 مدرسة على مستوى الجمهورية. على هامش قمة المناخ، وزير التربية والتعليم يبحث مع عمدة طوكيو تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم. بحث الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم سبل التعاون المشترك في مجال التعليم مع السيدة كويكي يوريكو عمدة مدينة طوكيو اليابانية والوفد المرافق لها، وذلك بمدينة شرم الشيخ ضمن زيارتها إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ. وناقش الوزير خلال الاجتماع العديد من مجالات التعاون وفرص التبادل الطلابي بين مصر واليابان وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر واليابان في مجالات التعليم، والتي كان من ثمارها عدد من المشاريع المشتركة من بينها المدارس المصرية اليابانية. وخلال الاجتماع عرض الوزير العديد من المقترحات، منها برنامج مؤاخاة بين المدارس الثانوية المصرية واليابانية، وربط المدارس المصرية بنظيراتها اليابانية، وبرامج استضافة أسرية والتي لاقت ترحيباً واسعاً من عمدة طوكيو. إطلاق حملة توعية لنشر ثقافة التحول إلى الاقتصاد الأخضر بين طلاب المدارس. أعلن عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بدء حملة توعية لنشر ثقافة التحول إلى الاقتصاد الأخضر بين طلاب المدارس والمعلمين وكذلك أولياء الأمور لبناء جيل واع بأهمية مواجهة التغيرات المناخية كإحدى أولويات عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، على أن يكون شعار المجلس هو شعار مصر في قمة المناخ المنعقدة حاليا بشرم الشيخ، وهو الانتقال من التوصيات إلى التنفيذ، وذلك لوضع حد لارتفاع درجة حرارة الأرض درجة ونصف الدرجة والتي تسببت في آثار سلبية كبيرة. وأشار رئيس المجلس إلى ضرورة دمج البعد البيئي في المناهج الدراسية وتنفيذ دورات تدريبية للمعلمين، وذلك لتمكينهم من خلق دافع لدى طلاب المدارس وفهم القضايا المناخية ببساطة، والتركيز على مشروعات التكيف مع المناخ والحفاظ على البيئة والتي تشمل ترشيد المياه وتبطين الترع وتحلية مياه البحر والصرف الصحي. وأشاد باستضافة مصر لقمة المناخ المنعقدة حاليا في شرم الشيخ وإصرار القيادة المصرية على ضرورة اتخاذ الخطوات التنفيذية على أرض الواقع، وذلك بهدف تحسين الأوضاع المناخية ووقف أسباب الاحتباس الحراري.
المركز القومي للبحوث واجه التغيرات المناخية ب200 بحث علمي و30 مشروعا بحثيا و15 براءة اختراع. استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا مقدما من الدكتور حسين درويش القائم بعمل رئيس المركز القومي للبحوث حول دور المركز في مواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها المختلفة، وذلك في إطار حرص الدولة على إجراءات الدراسات والبحوث والاختبارات، وذلك للحد من آثار التغيرات المناخية على البيئة. وأشار التقرير إلى نشر المركز القومي للبحوث ما يزيد عن 200 بحث منشور في دوريات علمية متخصصة، وحوالي 30 مشروعا بحثيا، وما يزيد عن 15 رسالة علمية وبراءة اختراع، فضلا عن تنظيم المركز ومشاركته في العديد من المؤتمرات وورش العمل. وكشف التقرير عن مساهمة المركز القومي للبحوث في موضوع التغيرات المناخية في مجال الطاقة بما يطابق أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر حتى عام 2050. ونوه التقرير إلى نجاح الباحثين بالمركز في إنتاج الطاقة الكهربية الصديقة للبيئة من خلال تكنولوجيا خلايا الوقود باستخدام الهيدروجين كوقود نظيف وتطبيقاته في وسائل النقل ومحطات توليد الكهرباء والأجهزة المحمولة، بمشاركة 12 دولة. انطلاق فعاليات بطولة العالم للجامعات في الإسكواش بالقاهرة. انطلقت فعاليات بطولة العالم للجامعات في الإسكواش والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 7 حتى 13 من نوفمبر الجاري، وذلك بحضور ممثلي الجامعات المشاركة في البطولة ومنتخبات 12 دولة على مستوى العالم، وذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وإشراف كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته لاستضافة البطولة وخروجها بما يليق بمكانة مصر بين دول العالم، وذلك تزامنا مع قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ والحضور المكثف من جميع دول العالم. ووجه وزير التعليم العالي الشكر والتقدير لأسرة اللجنة المنظمة، مؤكدا أن الأحداث الكبرى التي تستضيفها مصر تعبر عن مكانتها الإقليمية والدولية انطلاقا من استراتيجياتها للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030. طلاب مصر ينافسون على لقب البطل في تحدي القراءة العربي للموسم السادس بدبي. شارك عدد من طلاب المدارس في مسابقة تحدي القراءة العربي للموسم السادس، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ورعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم. وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه في إطار الاستعداد للإعلان عن بطل تحدي القراءة العربي الذي يعد أكبر مشروع معرفي ثقافي على مستوى العالم، وذلك في موسمه السادس، استقبل مطار دبي وفد طلاب وزارة التربية والتعليم من جمهورية مصر العربية. وأوضحت الوزارة أنه بدعوة كريمة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، وطبقا للمتبع كل عام يتم دعوة الطلاب الفائزين بالمراكز العشرة الأولى على مستوى الجمهورية إلى دبي، حيث يقوم فريق مبادرة تحدي القراءة العربي بإعداد برنامج ترفيهي مميز للطلاب الفائزين، وذلك من كافة الدول المشاركة، وحتى الحفل الختامي والمقرر عقده هذا العام بدار أوبرا دبي غدا الخميس، وهو الحفل الذي سيقام لأول مرة عقب جائحة كورونا. وأشارت الوزارة إلى أنه من بين 19 طالبا وطالبة يمثلون 17 دولة مختلفة وصلوا إلى التصفيات النهائية لهذا الموسم، ينافس على لقب بطلة التحدي من طلاب وزارة التربية والتعليم الطالبة شدوى أمير أحمد التميمي الزعبي للصف الثالث الثانوي من مدرسة الشهيد محمود النجدي الثانوية بنات بمحافظة الدقهلية. وصلنا لنهاية نشرتنا التعليمية على قناة مدرستنا 3. نشكركم دائما في أمان الله.